فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. تقدم ذكر حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ثم ذكره رحمه الله قال: وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: ذكره القاضي أبو يعلى، وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين، ثم ذكر بعض الأزياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق الحديث، حديث عبد الله بن عمر وغيره: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا التشبه كما سبق، فقوله بقوم يظهر أن المراد به بهؤلاء القوم هم غير المسلمين، من تشبه بغير المسلمين فهو منهم. وإن كان يحتمل أيضا من تشبه بالصالحين وبالمسلمين فهو من المسلمين. وفي هذا الحديث نص على جزئية من معنى الحديث السابق، فقال: من تشبه بالأعاجم. وهذا ليس تخصيصا لما سبق، وإنما هو ذكر لبعض أنواع العام، لأن العام يشمل أنواعا، فهذا نوع مما يشمله وهو الأعاجم، والمراد بالأعاجم غير العرب الذين هم على الكفر والوثنية، الذين هم على الكفر والوثنية. أما الأعاجم المسلمون هؤلاء لهم حكم المسلمين، هم مسلمون وقد يكونون من أفاضل المسلمين. فالمراد بالأعاجم هنا الأعاجم الذين هم على غير الإسلام، خصوصا الأعاجم الذين كانوا في الجاهلية. فهذا نص على بعض أفراد العام، ولا يقتضي ذلك تخصيصه، كما هو مقرر عند علماء الأصول.